الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية التفاح الأحمر في المنام إشارة إلى المال الوفير الذي يحصل عليه الشخص. من رأى التفاح الأحمر في المنام إشارة إلى الزواج القريب. رؤية الحامل للتفاح الأحمر في المنام إشارة إلى الولادة السهلة، والله أعلم. من يرى شجرة التفاح الأحمر في المنام هو علامة على المال الوفير الذي سوف يحصل عليه. رؤية الحامل لشجرة التفاح الأحمر في المنام علامة على الولادة السهلة من دون تعب. حلم غرس وزراعة التفاح في المنام إشارة إلى تكاف اليتيم في الحقيقة. إذا رأى الشخص أنه يلحس التفاح فهو علامة على الرزق الوفير في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء التفاح الأخضر في المنام علامة على الخير الكبير الذي سوف تحصل عليه. التفاح الأخضر في الحلم إشارة إلى النجاح في التجارة. حلم الرجل بالتفاح الأخضر في المنام علامة على الرزق الحلال للشخص. رؤية التفاح الأخضر في المنام وكان حامضا علامة على المال الحرام الذي يكسبه. التفاح الأخضر في الحلم إشارة إلى طهارة ونقاء صاحب الرؤية من أي حقد، والله أعلم. من يرى في منامه التفاح الأخضر إشارة إلى ابتعاده عن الشهوات والمحرمات. أكل التفاح الأخضر في المنام علامة على ظهور عدو قريب له، والله أعلم. شجرة التفاح في المنام علامة على الخوف والفزع. رؤية التفاح في المنام بشكل عام علامة على شعور الشخص بالأشخاص المحيطين. من يرى التفاح في الحلم هو علامة على الابتعاد عن الشبهات والمحرمات في الحياة. رؤية التفاح في المنام علامة على المنفعة والخير للناس. التفاح الأحمر في المنام هو علامة على الأمنيات الصعبة التي يسعى لتحقيقها، والله أعلم. رؤية قطف التفاح في المنام هو علامة على المال الحلال الذي سوف يحصل عليه. من رأى أنه يقطف التفاح في المنام إشارة إلى اقتراب شخص من الزواج، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.